انا عايز اقول كلمتين ونسجلهم من دلوقتي، من دلوقتي اهو، عشان هيجي وقتهم. يا سمير لو سمحت سجل لي الكلمتين دول وخليهم على جنب. انا عايز اتكلم مع حضراتكم عن التحكيم، التحكيم المصري في مباريات الدوري اقصد، لانه الفتره اللي فاتت وخلال انشغال الدوري او خلال انشغال النادي الاهلي بخوض مباريات بطوله دوري ابطال افريقيا حصلت كوارث تحكيميه محدش خد باله كتير منها، لانه كلنا كاهلاويه مشغولين باللي عندنا، محدش اتكلم عنها لانه حصلت ومحدش اتكلم عنها، معرفش محدش اتكلم عنها ليه، ولكن احنا طبعا مشغولين واقفين ورا نادينا، عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا عايزين ناخدها عشان نروح نلعب في كاس العالم تاني وكالعاده نعمل كذا ونعمل انجازات لكن انا بسجل اهو من دلوقتي المرحله اللي جايه، الاهلي مركز في بطوله الدوري خلاص. يعني ايه؟ يعني مفيش مجال للاخطاء التحكيميه. مفيش مجال للاخطاء التحكيميه ولا عند النادي الاهلي ولا عند الفرق الاخرى. الفرق الاخرى اللي بتنافس النادي الاهلي والله اخدين اكتر من 6 نقاط بسبب اخطاء تحكيميه واضحه. مش هتكلم هنا انه احنا حد عايز ياخد الدوري يوديه في حته، لا 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 لا، مش هقول الكلام ده خالص. ولكن هقول ان يجب على التحكيم المصري الحكم بعداله في كل المباريات الفتره القادمه. خلاص؟ لانه ابتداء من الاسبوع اللي جاي انا هجيب لحضراتكم الكوارث اللي حصلت بعد العيد بقى ان شاء الله، نجيب لحضراتكم الكوارث اللي حصلت خلال الفترة السابقة والنادي الأهلي بيلعب في دوري أبطال إفريقيا. كل حاجة عندنا موثقة. فالمرحلة اللي جاية إحنا إن شاء الله مركزين في بطولة الدوري. يعني مفيش مرة تانية، مفيش مجال للأخطاء التحكيمية ومفيش مجال للمجاملات لأي فريق من الفرق اللي موجودة، ولا في مجال للإحتواء ولا للهفوات التحكيمية. في حاجة تانية ناقصة؟ أتمنى من الجميع أن يراعى ميثاق العدالة والنزاهة التحكيمية، لأن المنافسة شديدة. عايزين نتفرج على كورة ما بين الأهلي والبيراميدز والزمالك والفرق اللي بتنافس والمصري والفرق اللي بتنافس، عايزين نشوف كورة بعيدا عن الاحتواء، المجاملات، الهفوات. عايزين نتفرج على كورة، نقول إن بيراميدز النهاردة عاملين ماتش حلو، الأهلي عامل ماتش أحلى، ده لما يلعبوا بعض تبقى ماتش نقعد نتفرج عليه ونستمتع بالتكتيك اللي فيه ونستمتع باللاعبين اللي موجودين هنا وهنا في بيراميدز، في الزمالك، في المصر، في اي حد. لن نحتمل اي اخطاء، لن نحتمل اي مجاملات. انا بقول اهو من دلوقتي، ولو سمحتوا سجلوا هذه الكلمات، لانه للاسف انا عارف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، وبتمنى ان ظني يخيب وأن يكون هناك عدالة تحكيمية. ولكن زي ما بيقولوا يعني اللي ربى خير من اللي اشترى. بقالنا فترة بنعاني من مثل هذه الأمور. فكل اللي أتمناه إن شاء الله ربنا يكرمنا. أنا أثق في فريقي وعارف إن أنا عندي فريق، أفضل فريق في مصر، أفضل فريق في إفريقيا. إن شاء الله ربنا يكرمنا وتكون العدالة التحكيمية متواجدة للنادي الأهلي ولكل الفرق، ولكل الفرق. هو ده الأهم خلال هذه الفترة.